Hello, my students. How are you there? Today is Wednesday, 14 of April 2021. Please open your pupils book, page 76. Now we are going to take reading, comprehension, and vocabulary. مناقشة الأسئلة والمصطلحات. Answer the questions. أجب عن الأسئلة. Write short answers. واكتب إجابات قصيرة. إذا يا مس راح نجاوب عن الأسئلة حول القصائد اللي أخذناهم مبارح. هون عنا أول شيء first poem القصيدة الأولى the city train القصيدة اللي أخذناها مبارح أول واحدة the city train قطار المدينة. زي ما إحنا شايفين هون عنا القصيدة مقسمة إلى verses يعني أجزاء first verse second verse third verse fourth verse يعني الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث أو الجزء الرابع أو نسميه بيت الشعر أو الجزء يعني بمعنى الجزء الأول أو البيت الأول زي ما إحنا القصائد عندنا مقسمة بيت الشعر بنحكي هون عندنا verse one يعني الإجابة رح تكون هدول السؤالين من verse one من الجزء الأول من القصيدة. السؤال الثالث هون رح يكون من verse two من القسم الثاني من القصيدة. 4 راح يكون من verse 3 5 راح يكون من verse 4 يعني راح نرجع للإجابات من هون يا مس verse 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين هون اربع اقسام هاي القصيدة. القصيدة الثانية ويلكم هون مقسمة الى 1 2 3 4 5 verses يعني خمس ابيات او خمس اقسام. برضو هون محدد لك يعني انه ارجع للفيرس 2 فيرس 4 فيرس 5 الاجابه بتكون منها. هلا question number 1 where are the children اين الاطفال اين الاطفال in the station في المحطه. number 2 what are they visiting ماذا زاروا what are they visiting شو زاروا the city المدينه. يس احنا راح نجاوب اجابات قصيره زي ما حكى هون write short answers وإمكاني أحكي they are visiting the city لكن نختصر نحكي the city المدينة. number 3 where is the train أين القطار where is the train أين القطار at the platform القطار على الرصيف أو المنصة. what color is the train ما لون القطار اللي هو إجا عنا في الجزء الثالث engine المحرك. what colors is the train red and silver لونه أحمر وفضي. what things are flying by the train شو الأشياء اللي بتتطاير بجانب القطار زي ما حكينا بالقسم الرابع هون زي ما إجت عنا هون يا مس. Now trees and fields are flying by the train يعني trees and fields الأشجار والحقول تطير بجانب القطار. إذن الإجابة يمس من القسم الرابع verse 4 what things are flying by the train trees and fields الأشجار والحقول. هلا امس the second poem welcome home القصيدة الثانية where did the children go first أين ذهب الأطفال أولا أول مكان ذهبوا إله to the tower زي ما منشوف هنا verse 2 الإجابة راح تكون من verse 2 we went to the tower إذا أول مكان ذهبوا إله الأطفال tower البرج. where did they go next أين ذهبوا لاحقا to the toy shop ذهبوا إلى محل الألعاب. what did they see lots of ماذا رأوا شو الأشياء الكثيرة اللي رأوها ماذا رأوا العديد من trams القطارات أو القطارات زي ما حكينا الحديثة اللي بتمشي على سكة معينة أو كهربائية trams القطارات. whose castle did they go inside لمن القلعة أو القصر القلعة عفوا اللي دخلوا فيها king's castle هي قلعة الملك king's castle قلعة الملك. what word describes the city ما الكلمة التي وصفت أو وصفت بها المدينة fantastic زي ما شفنا هون verse 5 the city is fantastic المدينة رائعة إذا وصفوا المدينة بأنها رائعة. ياريت يا مس نتدرب بعد ما تشوفوا الفيديو تحاول أنت تقرأ السؤال وتجاوبه لحالكم بهمني أنه أنت ترجع للنص وتطلع الإجابة بنفسك.
Question number two, write the words under the correct pictures. اكتب الكلمة الصحيحة تحت الصورة. Station, محطة. إذن station, محطة. Ticket, تذكرة. Platform, اللي هي هاي مثل الصورة. Platform, منصة أو رصيف اللي بوقف عليها الناس وبيصطف بجانبها القطار. Engine, محرك. Engine, محرك. ترام, قطار. ترام, قطار. وسل, صافرة. وسل, صافرة. إذن إنجن, محرك. بلاتفورم, منصة أو رصيف. وسل, صافرة. ستيشن, محطة. ترام, قطار. تيكت, تذكرة. Question number 3, circle 3 words. ضع دائرة على 3 كلمات. For go quickly, وبسرعة. Use them to complete the sentences. استخدمها بهدول الثلاث جمل. عندنا هون بعد الأفعال هم pull, يجر أو يسحب. Rush, يسرع. Come, يأتي. Visit, يزور. Run, يركض. Climb, يتسلق. Hurry, يستعجل. هدول كلهم يمس verbs, أفعال. ياريت يمس نحفظ معاني الكلمات, أي كلمة بتيجينا نحفظ معناها ونعرف قراءتها وكتابتها. هلأ number one, I can win the race. أنا أستطيع أن أربح السباق. I can run fast, وأستطيع أن أركض بسرعة. إذن هون الفعل يمس وضعناه مثل ما هو run, يركض, لأنه هون عندنا كلمة can, يستطيع. دائما الفعل وراها مباشرة بيجي مجرد. I can win the race. أنا أستطيع. هاي زي ما شايفين برضو هون عندي win, يربح. أخذنا هاي الكلمة win, يربح. إجت بعد كلمة can. I can. I can, أستطيع. win, أربح. the race, السباق. I can run fast, أستطيع أن أركض بسرعة. إذن يمس كلمة can دائما الفعل بيجي وراها مجرد. واخترنا الفعل run, راح نحط عليه دائرة هون. الفعل run هو المناسب لهذه الجملة. The train, القطار, is ready to go, جاهز للانطلاق. We must, برضو الكلمة هاي must يامس من الكلمات اللي بيجي الفعل وراها مجرد. hurry, أخذنا الكلمة هون hurry, نستعجل. Yes, we must hurry, يجب علينا أن نستعجل. برضو الفعل هون ما ضفنا له أي شيء لأنه must وكان هي models, تعد من models نسميهم كلمات بيجي الفعل وراهم مجرد ما منضيف له أي شيء. إذن the train is ready to go, القطار جاهز للانطلاق. We must hurry, يجب علينا أن نستعجل. هلأ number 3, lots of people are rushing. إذن الفعل الثاني, أول شيء نحط دائرة هون على الفعل hurry, والفعل rush اللي هو الثالث اخترناه. إذن هون rushing, are rushing. إذن دائما لما بشوف am أو is are فعل be, الفعل وراهم يمس لازم يكون ing, are rushing, يجب أن نسرع. الفعل هون يمس نسمي present continuous. present continuous يعني مضارع مستمر. مجرد ما أشوف am أو is أو are عائلة be, بضع للفعل ing. ننتبه لهاي الملاحظة بهذا السؤال. lots of people are rushing, عشان ما حدا يسأل يمس ليش هون run hurry, وحتى أنه هون rushing ليش ضفنا هون للفعل rush ing, لأنه إجت عندي هون are قبل الفراغ. إذا lots of people are rushing through the station today, العديد من الناس كانوا مسرعون خلال المحطة اليوم. ياريت يمس نتدرب على هاي الصفحة منيح. بعد ما تشوفوا الفيديو تحاولوا تحلوها لحالكم بدون مساعدة أي حدا. نتدرب على قراءة الدرس وحفظ المعاني. يعطيكم العافية. ثالث